نعمل ايه يا كوتش؟ يا اني احنا النهارده يا جماعه هعلمكم طريقه البرجر. احنا بعد ما احنا فرمنا اللحمه وتبلناها تمام، بنعملها كور كده زي ما الشيف عمرو بيعمل، بيكورها تمام. دي لحمه 80% لحمه احمر، 20% دهن فاتس. بعد كده بتتبل تتبيله بسيطه خالص تمام. عايزين ايه؟ نحس بطعم اللحمه، مش عايزين تعمل كتير. بعد كده بناخد الكوره ونقسمها ايه؟ زي الاثنين زي ما احنا شايفين. ودي جبنه موزاريلا. انا بفضل الجبنه الموزاريلا السليمه مش الشريدد، عشان اللي بيبقى لسه الدسم فيها وطعمها لسه فيها. اعذروني انا صباعي متعور، فعشان كده انا مش عارف اشتغل كويس. ممكن تريح هنا بيساعدوني، ممكن تريح وشغال بايد واحده. بنحط شويه جبنه في النص تمام، نحط شوية جبنة نبعدها من الأطراف عشان، وبعد كده طب ما تحط في الأطراف يا شباب مين؟ هناخد الوش اللي احنا عملناه فوق التاني وهنقفل البرجر. ايديكوا مش عايزين البرجر يفرم مننا، فكل ما تحس ان هو ناشف نبل ايدينا زيت مش ميه. اوكي زيت عشان لازم البرجر يمسك في نفسه. طيب وعن هنا كده هنخرم بايدينا. عايزين ايه؟ ليه يا استاذ؟ عشان الجبنه ما تطلعش مع التحمير او الشوي. طيب كده دي واحده برجر جاهزه على النار. دي كده واحده برجر جاهزه على النار. اوكي جود بوي. طيب ممكن تشيلها بسكينة كبيرة بقى بدل ما انت تبوظ لها دي. أحلى برجر من مطبخ أمير. تابعونا يا جماعة في حلقاتي، وما تنسوش اللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس.